سي بالكوش، نواصل هذا الحديث الشيق معك حول استرجاع الذاكره في مسارك النضالي والحقوقي والديمقراطي. كنا قد توقفنا عند مغادرتك للسجن في سنه 1979. صحيح. قبل ان نتحدث عن تجربتك ما بعد السجن، اريد ان اطرح عليك سؤالا حول تجربه السجن. كيف كانت تجربة السجن بالنسبة لك من ناحية، سواء نواحي هي أكيد أنها سلبية، ولكن أيضا أنه ربما كانت فيها دروس يعني بالنسبة لك؟ إيه أكيد، هو يمكن الواحد من اللي كيوجد نفسه في هذه الوضعية مهما كانت الاعتبارات ربما تكون قاسية بالنسبة للحظة الأولى، من حيث الصدمة، من حيث تغير المناخ اللي كتحرك فيه، حرية ما كيناش، ضغط يمكن يكون تأديب، يمكن يكون غيره من المعاملات المهينة لكرامة الإنسان. ربما غادي يكون هنا الواحد باش يكون قادر يواجه هذه المحطة، لابد له من أن يستخرج من أعماقه من قوة جديدة لمواجهة هذه الأوضاع، قوة اللي تعطي أمل، اللي كتنفتح الأشياء الجميلة، اللي ترسم طريق آخر اللي يمكن قضاؤه في ظل وضعية محددة، مثلا سواء على المستوى الدراسة، على المستوى قراءات الأدبية، على المستوى التفكير حتى في مسار الحياة. لأن في ذاك الواقع ديال العزله ربما كتبان لك قيمه الناس، قيمه المشاعر الانسانيه، سواء تجاه الوالدين في علاقه حب او علاقه عاطفيه تجاه امراه اللي كنت عندك بها علاقه، او اللي عنده اطفال كذلك. فكيفاش تستخرج من هذه الطاقات الجديده اللي تفجرها باشكال مختلفه، اللي ربما يكون الكتابه احد التعبيرات ديالها. أنا كان أعتقد بأن هذا كان من الخلاصات الأساسية، لأن السجن بالنسبة لنا كان مدرسة، لأن كنا كنقراو ربما واحد الزخم لما قرأناه من آداب ومن كتابات في السياسة والفلسفة، ما كانش الشروط تسمح. ربما في وقت في مدرسة ما تقراش، كنا ما تقراش هذاك الكم الهائل في الحقيقة، وفي نفس الوقت معك ناس من طينة خاصة اللي كتفاعل معهم من حيث الأفكار وإلى آخره. فكما كان كتب حميد برادة في واحد الروبورتاج جميل كان داروا في مجلة جون أفريك، مدرسة تكوين الأطور، القنيطرة مدرسة تكوين الأطور، لأن تخرجت عدد من الناس اللي حصلت على دبلومات واحتلت مواقع مختلفة في مؤسسات الدولة، في أحزاب سياسية، في نقابات إلى آخره. كان أعتقد هذا هو القوة ديال التعامل مع واقع بائس ويمكن ظالم، لاش تفتح أنت واحد الأفق ديال الأمل وديال الانخراط في الحياة بشكل جديد. سي بالكوش، تعتقلتي عندك 20 سنة وخرجتي عندك 26 سنة تقريبا. كيفاش واجهتي الحياة بعد مغادرة السجن؟ بعد مغادرة السجن بطبيعة الحال كيخص الواحد يعاود يتكيف من جديد مع الواقع، لأن أولا تلقى المحيط أو العالم تغير من حولك، الناس كيوليو كيشوفوا فيك بأنك رجل خطير، واحد العدد الناس ربما كيقولوا لك إلا حتى إلا تسلمت معاه ولا إلا جلست معاه يمكن يعيط لي البوليس، لأن كان باقي زمان القمع أنا ذاك الثمانينات. فكان كان كان كيفاش تندمج في ظل هذه الشروط. بطبيعة الحال أنا كان بالنسبة لي أولا نجدد علاقتي بالجامعة لاستكمال التكوين، وهو ما شرعت فيه. دونك من هذاك الوقت جيت تقريبا استقريت من بعد في الرباط، كان لازم من إقامة، لازم من بين ما دارت السنة باش تقلب على منحة. دونك كان خصني نشتغل. دخلت كان في كلية الآداب؟ لا، فأنا دخلت كنت مسجل في كلية الآداب بطبيعة الحال في شعبة الفلسفة. فالسنة الثالثة كان خصني إمكانيات، دونك وليت كندير دروس خصوصية في مدارس خاصة. كان عن طريق أصدقاء تمكنت من الوصول إلى الحصول على ترجمات إعداد تقارير تركيبية
لمنظمات دولية، وهنا يمكن نشير بأن المنظمة الأساس اللي كانت في الحقيقة استفدت من الدعم ديالها كيف ما استفدت من الخدمات ديالي هي منظمة الإيسيسكو، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، اللي كانوا فيها أصدقاء مشتغلين آنذاك في ديوان سعد الهادي بوطالب الله يرحمه، وكانت تناخذ ترجمات ووجد تقارير إلى آخره. وفي من بعد عاوتاني غادي يمتد إلى اليونسكو، حتى هي غادي نبدا نشتغل معهم لتوفير الشروط ديال العيش، وفي نفس الوقت مواصلة الدراسة ديالي، لأن كان عندي الهدف خصني نكمل على الأقل هذيك الإجازة ديالي لديك الأربع سنوات نهيها في شروط اللي كان فيها الضغط، لأن كان مثلا من اللي خرجنا احنا من السجن كانت الشرطة تتابعك أينما ذهبت، مثلا لو يتنقل من الرباط نمشي لمراكش نشوف العائلة، من اللي كان وصل لمراكش كيسدهني البوليس، كتجيني الورقة كذا خصني نمشي ونقول له اش جيت هنايا وشكون اللي شفت إلى آخره، وملي نعاود نرجع للرباط نفس الشيء عاوتاني سدهوني للرباط، أنا ما تنعلمش شيء، ولكن هما تاع وصلتي تيقول لك اجي لهنايا اش كدير. فكانت خاصة من الواحد كيولي بحال عنده واحد النوع، ما عندوش واحد الطابع واحد الكاشي باش يعلموك. انا مثلا من اللي خرجت ما انخرطت في حتى شي تنظيم ولا شي حاجة. طالبة منك انك تخرجت؟ طالبة مني انا، كانت ديال الامن هنا في الرباط مره قالوا لي علاش ما انخرطتش انت في شي حاجة، قلت لهم انا تجربة سياسية جربتها، الآن اختياري هو بعدا نرسم خط الحياة ديالي أنا من جديد. فبالتالي كان ديك الساعة كانوا اقترحوا عليا، كيقول لي رفاقك في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي علاش ما تلتحق؟ قلت له مودي هاد الساعة ما عنديش هذا الانشغال، انشغالي الآن هو الدراسة، هو نوفر واحد الحد الأدنى بعد الحياة، ومن بعدها يحن الله في البقية. دونك بقى هاد الوضعية. من بعد خديت الإجازة ديالي، كنت جيت ماجور دو لا بروموسيون الاول في الفوز ديالي، وبالتالي كانت عندي منحه استحقاق اللي حصلت عليها، كان العميد السي الحجوي الله يرحمه، السي حجي الله يرحمه. فواحد الساعه في وزاره التربيه طيروا لي المنحه، عطاوها لحد اخر، ورجعت ليه هو قلت له هذا الشيء ماشي معقول، لان هذيك الساعه المنحه باش كتاخذها كدوز في اللجنه ديال الشعبه اولا اللي كتزكي هذاك الطلب وكتمشي للعماده الى اخره بناء على النقاط وبناء على. فرجعت للسي حجي وكان الله يجازيه بخير وقف وقفه، بحيث مشينا جميع الوزاره لعند المدير ديال المكلف بهذاك الشيء، كان حوار حاد، واسترجعت المنحة ديالي. ولكن كان لوزارة الداخلية رأي آخر، لأن أنا كنت سجلت في السوربون باش نمشي نتبع الدراسة ديالي هناك. بعد الإجازة تمام. ما بعد الإجازة. فرفض الطلب ديال باش نحصل على الجواز السفر، وهذا المنع اللي سيستمر من خرجت دونك من زمن إطلاق سراحي إلى سنة 95، أي 15 سنة من بعد. 15 سنة بدون جواز. بدون جواز، ولو أنني اشتغلت من بعد، كنت نخرط في التعليم ديك الساعة عن طريق السي عبد الجليل الحجمري أمين سير الأكاديمية بكلية علوم التربية، اللي عاود التحقت أنا وياه باللجنة الوطنية لليونسكو، هو كان رئيس الشعبة. فرسائل من عنده هو، من عند سي محمد بن البشير كان عضو اللجنة التنفيذية حزب الاستقلال، هو الأمين العام آنذاك ديال لجنة اليونسكو، رغم كل التدخلات، الرسائل من وزير التربية الوطنية ولا شيء، ما كاينش حتى شي جواز. رفضت تعطى أي جواز. فانخرطت في الدينامية ديال جديدة، دونك ترسمت الحياة أخرى اللي غادي تبدا وديك الساعة بالترجمات، بالكتابات في بعض الصحف إلى آخره. اللي كنت ندير هذه العملية في الحقيقة بالمجان، ما عمرني تخلصت من شي جريدة كنت نترجم ليها، كنت نترجم مقالات من لوموند ديبلوماتيك، من واحد العدد ديال المجلات المختصة في قضايا الديمقراطية، قضايا التنمية، قضايا حقوق الإنسان إلى آخره، آخر ما كان كيخرج.
وكان بالنسبه لي هذا يمكن الفضاء اللي فين انخرطت، الى ان دخلت تجارب اخرى جديده مع كنت في الترجمه توجتها باصدار كتابين اللي صدر واحد دارته وقال في 88 1988 حول المسار التربيه بعد الدراسه ديال جون بياجي على الماده 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان من الزاويه النفسيه ومن الزاويه التربويه الى اخره. والكتاب الثاني صدر عن دار الفينك في 93 كنظن او 92، حتى هو في نفس المسار ديال النمو الذهني للطفل، المراحل ديال التكون ديالو. كان هذا المجال كيهمني كثير الى جانب الجوانب الاخرى، ومنها دخلت في تجارب مع اللي عاوتاني خرجوا اصدقاء اخرين من السجون، خاصة الصديق عبد القادر الشاوي اللي كانت علاقة متميزة معه كمثقف كمبدع كواحد اللي عانى أيضا داخل السجون بشكل مضاعف، وتجربته منه وخاص ربما حكى أجزاء منها وحكى آخرين أجزاء، أنا ماشي ضروري ندخل في تفاصيلها. ولكن اللي خرج عاود خدنا تجارب، مثلا كنا أسسنا مجلة ديال على الاقل انذاك، كان التفكير في خلق منابر جديده باشكال جديده اللي بامكانيات متواضعه، ولكن كانت تجربه من نوع جديد متميز اللي من بعدها جات الموجه الى اخره. هنا هذا هو الاجواء اللي انا انخرطت فيها واللي شكلت جزء من الانشغال ديالي. في الجانب الحقوقي ايضا كانت تجربه ديال المنظمه المغربيه لحقوق الانسان. صحيح صحيح، كانت هنا هذا هو ربما هذا الرابط بين الكتابات والاهتمام والجانب الفكري اللي قريت في اللقاء مع الأستاذ علي أملي، لأن كان أستاذي في كلية الآداب، كان هو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فكان طلب مني باش نساعدو شي شوية المنظمة، لأن منظمة كان تدبيرها بشكل متواضع، زعما نقولوها ما كاين لا طاقم احترافي لا موظفين لا كذا، كان هو واحد الكاتبة وواحد الدفتر اللي داز تكتب فيه شي حاجة، دونك تدبير بشكل متواضع. فكان وفي نفس الوقت طلب من المرحوم دريس بن زكري هو كذلك نفس الشيء، فالتحقت انا ودريس بن زكري بالمنظمه المغربيه. يمكن لي زافينيتي اللي بيناتنا، انا بالنسبه لي كواحد من الطلبه ديالو في الدرس الفلسفي، وربما دريس بن زكري يتقاسم معه البعد الامازيغي كذلك الجانب الثقافي، فالتحقنا فعلا كانت اضافه نوعيه للعمل، لان دخلنا نفس اخر. العمل الحقوقي كله آنذاك يسوده بشكل أساسي الخطاب القانوني الجف ديال المحامين ديال النصوص القانونية والنص كذا، دون انفتاح على قضايا أخرى بأشكال أخرى من بعد فلسفي بعد سياسي، ما يجري في الفكر الحقوقي على المستوى الدولي، مكانة المنظمة في علاقتها بالمنظمة الدولية اللي كانت ديك الساعة متوترة جدا ومحدودة. شنو هي الفات اللي كانت هذيك الفترة اللي كانت شغلت الرأي العام للمنظمة لعبت فيها الدور؟ كان أعتقد المنظمة المغربية كان الخاصية، لأن هي أولا كانت تجربة تبنات من مسار ديال الأزمات ديال الجمعية المغربية، ولكن كانت المحاولة التأسيس هي الخروج من ذاك المنطق ديال التنظيم الحزبي، لأن بين بأنه لأن كنعرفوا بأن الاتحاد الاشتراكي كان هو الأساس في بناء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الأصل، ولما وقع الخلاف داخل الاتحاد أثر على الجمعية نفسها، دونك مشات هي ولات مع واحد الجناح الآخر مشى فحالو، تقريبا انعكست ولات جمدات عمليا من ناحية العطاء. فكانت الفكرة هي خلق واحد المنظمة اللي يمكن يكون فيها تنوع واللي تغني الفكر الحقوقي، وهذا التنوع في نفس الوقت يحمي الاستقلالية ديالها. بطبيعة الحال هذا مسار اختيار جميل، ولكن بناؤه كان كيتطلب وناس اللي يكونوا مقتنعين به وقادرين الدفاع عليه، حتى
تنعتقد بأن هذه الفترة كنا استطعنا باش نفرضوا هذا الاختيار، خاصة اللي دخلنا هذا الدم الجديد، لأن بدخول ديالنا المنظمة كان شجع واحد العدد من المناضلين ديال اليسار باش يلتحقوا، جاوا عدد من الأساتذة إلى آخره، بعض الجمعيات كذلك اللي تعاطفت مع المنظمة، لأن كان من الملفات الكبرى اللي كان ديك الساعة سائدة هي الملفات السياسية، الاعتقال السياسي. أنا مثلا من الملفات اللي قدمت ديالي أنا هو ملف ديال جواز السفر، كنت أنا من الملفات المسجلة عند المنظمة، وبفضل المنظمة وبفضل المنظمة كذلك حضرت، كنت من الأفواج اللي حصلت على جواز السفر. ديالي نسولك هنا على واحد القوس، أنه عرض عليك أنك تغادر المغرب سرا لأنه ما تعطاكش باسبور وبقيت في المغرب، عرض عليك هذا الأمر. اي صحيح. لماذا لم تاخذ هذه التجربه رغم انه هناك يعني شخصيه يعني بارزه اللي لا اكيد انا كان هذا كنا لا يمكن نسميه كاع صديق جمال بن عمر من اللي غادر السجن بشكل خاص، لانه هو العفو كان عفو خاص على الشخص بتدخل من شخصيه فرنسيه اللي كانت دخلت عند الملك المرحوم الحسن الثاني لما كان في زيارة لباريس، وطلب منه لأن هذا كان مسجل معه في الديوان، قال له ما كاين حتى مشكل، فأطلق سراحه وخرج. المهم من بعد كان استقر عندي في البيت، ودرنا في الحقيقة حاولنا الحصول على جواز سفر، عاود جددنا الطلبات والتقينا بقيادات من أحزاب متعددة سواء من اليمين أو اليسار، وشخصيات كبيره فيها زعما وقيادات كاع ديال هاد الاحزاب، ولكن ولا احد تبنى ملفنا، لانه حتى واحد ما ربما ما تيقف انه واش حنايا ما باقيين هذوك الاخرين ولا دونك. هاد الوضعيه جعلت الجمال الدين بن عمر هو كان بغى يخرج، ففي احد الايام هو كان مستقر عندي في البيت، قال لي انا صافي انا قررت نغادر الاسبوع الجاي غادي نمشي، ها السعر باش غادي نمشي في باطره، ولكن مضمون الوصول الى اسبانيا وغادي يلتقونا الناس تمايا ويديونا لباريس الى اخره. هجره سريه. قال لي واش الا كنتي مستعد السعر ديك الساعه 1500 درهم. أنا في الحقيقة ما قلت له ودي أنا ما عنديش هذا الربع صراحة، أنا قلت له غادي نمشي نخرج تما وغادي نبدا نطلبهم باش ندخل. أنا قلت لي كنفضل نبقى هنا خايض معركتي في وسط البلد من أجل أن تتحسن وضعيتي، ونكون في خضم دينامية ديال النضال من أجل حماية حقوق الإنسان، وهذا هو الاختيار. دونك كل دار اختياره. جمال عمر أي سنة خرج هو؟ هذا هو خرج في شتي تكون 86 87، دونك خرج كان اختيار موفق بالنسبه لي، لان كانت رغبه قويه عنده، ما باقيش بغى يجلس في البلاد. وجمال بن عمر هو اللي ولا اليوم مسؤول يعني في الامم المتحده، كان ولا مسؤول، كان قبل منها مشى اشتغل في امنيستي انترناسيونال في لندن، من بعد مشى اشتغل في المكتب المفوض ديال حقوق الانسان في جنيف لفتره، ثم التحق من بعد بمؤسسه كارتر في الولايات المتحده للحقوق في مجال حقوق الانسان، ومن بعدها غادر الامم المتحده اللي ولا من كبار المسؤولين الاداريين داخل المؤسسه. فهذا اختيار، انا كل واحد واختياراته. انت في اي سنه خديت الباسبور؟ انا خديت الباسبور ديالي في 95، اي مده طويله. الظروف والملابسات كيفاش تم تسليمك الجواز؟ لا قالوا من ضمن، لان كانت المنظمه المغربيه تصدر تقارير، كانت اولها تقرير سنوي، هذا التقاليد هذه ما بقاتش الان، كان تقرير سنوي حول وضعيه حقوق الانسان في ندوه صحفيه تنعقد بحضور وسائل الاعلام والسفراء وكذا، كان تقرير وازن، لان كانت الحرص على انه احنا ماشي معارضين سياسيين، احنا مناضلين حقوقيين تنعملوا في واحد الافق اصلاحي، وكنطالبوا من الدوله احترام الالتزامات ديالها، دونك الارضيه كانت واضحه بالنسبه لنا، وبالتالي كان كل سنه كنصدروا هذا التقرير بشكل ومنفتحين على الجميع، لان ما نساوش بان المنظمه المغربيه
هي أول من توجه لها المغادر تزممرت، وكانت عندنا خلية طبية في وسط المنظمة اللي كانت تستقبلهم تساهم في العلاج، جلسات الاستماع النفسية الخاصة بيناتهم وبالأسر والأطفال إلى آخره، كانت أجواء رهيبة زعما في تلك، وكان فريق واحد النواة الطبية اللي كانت مشرفة على هذا، وفي نفس الوقت العلاجات الأدوية إلى آخره، اللي فرماسيان كيجيب الدواء واللي طبيب في شي مؤسسة كيدخل يدير عملية إلى آخره، دونك كان واحد نفس الشيء بالنسبة مثلا لعائلته فقير. أول منظمة حقوقية توجهت لها هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بداية كانت الإبنة سكينة اللي تاهي كانت تطلب جواز السفر ديالها باش تخرج، وفيما بعد جات المرأة المرحومة فاطمة نفسها كطرح الملف ديال الممتلكات العائلة اللي تم السطو عليها وكيفاش خص الاسترداد ديال هذا الحق. وهذا الشيء كله كان يرافق بنقاش داخلنا، لان احيانا محل ملف عائلة فقير كان هناك من يتحفظ تيقول ودي هذا الشيء فيه كذا ويمكن يكون فيه القصر، تقولوا دي احنا ما تنعرفوش هذا الشيء كله اللي كيتقال، لا ما عندناش انا على شيء اثبات ولا يهمنا في شيء، احنا اللي كيهمنا هو ملف عندنا، شي حد بغى باسبور هذا مشات ليه ممتلكات خصو ممتلكاته الى اخره، نسالوا الدوله عليها. بالتالي كانت هذه المصداقيه ديال المنظمه كانت قويه، ما فيها احترام حتى الفرقاء الاخرين في الحركه الحقوقيه. فهاد المنظمه لعبت الدور ان تحل هذا المشكل ديال العائله ديال الافقير. المهم دارت المجهود ديالها، سكينه من بعد غادي تاخذ باسبورها، بعض الممتلكات كانت رجعات الى اخره في ديناميات يمكن اطول، ولكن كان الدور ديالها قامت به في هذا الباب، بانها ماشي هي في اتجاه هذه السلطه او تلك، بل هي في اتجاه الدفاع على قضايا والتزامات ديال الدوله. دونك وفي الجانب التقرير السنوي وهاد الملفات، كانت الملفات موضوعاتيه من ضمنها ملف المنع من جوازات السفر، كان ملف حتى هو دوري كيصدر بالاسماء وبالارقام وبالتواريخ الى اخره ديال الاداره الملفات، وكان ملف الاختفاء القصري كان كذلك يصدر بشكل دوري بلوائح، وكانت اللوائح المنظمة المغربية من اللوائح المرجعية حتى عند المنظمات الدولية ديال حقوق الإنسان. فهاد الزخام وهاد الديناميات العامة وهاد النخب اللي كانت في وسطها فعلا كانت، لأن أعطينا غير مثال ديال المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ملي كينعقد كيكون حدث حقوقي، لان المجلس كان يضم جل النقباء ديال المحامين في المغرب، كان يضم قيادات منظمات نسائيه، الادوينه امينه المريني، لطيفه الجبابدي، ربيعه الناصيري الى اخره، كيضم كذلك الناس وازنين في الاحزاب ديالهم السياسيه من مختلف الالوان، منظمات العمل، التقدم والاشتراكيه، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني الاحرار، هذيك الساعه كان محمد اوجار، كان السي مصطفى ليزناسني، وكانوا اخرين. دونك كان يحسب له اش غادي يخرج عليه، هذاك البلاء يكون له صدى قوي في الساحه.